وتشهد هبطات العيد إقبالاً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى، ويتوافد إليها الناس من مختلف القرى التابعة لكل ولاية، وبعضهم يرتدي الزي التقليدي العماني والخنجر والعصا، وأيضاً يأتي إليها الناس من الولايات القريبة والمجاورة. ومن بين المشتريات التي يحرص العمانيون على شرائها من الهبطات السمن البلدي العماني وعيدان المشاكيك المصنوعة من جريد النخيل وخصبة الشواء المصنوعة من سعف النخيل إلى جانب الحطب وشراء السكاكين والأدوات المستخدمة في ذبح وتقطيع لحوم العيد وأوراق الموز التي تستخدم في لف لحم الشواء قبل وضعها في التنور، إضافة إلى شراء العسل والتوابل والمكسرات والحلوى العمانية التي تعتبر جزءاً مهماً وأساسياً
ومن واجبات الضيافة العمانية خصوصا في الأعياد والمناسبات.